لا مؤاخذة يا جماعة، ده كملت الفيديو اللي فات. احنا كنا بنتكلم على الفناتر، هي موجودة دلوقتي حاليا عندي. انا بس كنت عاوز اتكلم على العميل اللي هو ايه، اتكلم اللي بيقول ان انا حسبت له بجهات والفلتر الزيت والكلام ده. هو انت كلمتني يعني، هو العميل ده كلمني في التليفون قال لي الحاجات دي غالية. قلت له طيب يعني انت غالية ايه اللي عرفك ان هي غالية؟ راح قايل انا سالت عليها بره لقيت الزيت عامل كذا ولقيت ده الفلتر عامل كذا وعامل كذا. قلت له طب حضرتك انت لقيتهم غاليين، انت لقيتهم بره ارخص، هاتهم وانا هديك حسابهم. يعني انا قلت له هاتهم وانا هديك حسابهم تاني، وانا كده انا اللي يعتبر جاب الحاجه غاليه، مش انا اللي اديتها لك غاليه، هاتهم وانا هديك حسابهم. المهم هو ما جابهمش، هو جالي قال لي العربيه فيها تنتيشه وعاوز اظبط العربيه وانا ما لقيتش الفلتر بره، ولقيت الفرق بينك وبين الزيت مش عارف 50 جنيه، انا عاوز اظبط العربيه. المهم رحت ظابط له العربيه ونضفنا له حساس وركبنا له بوجهات، منها بوجهات ان جي كي بتاعت هونداي، عامله كامل بوجهات، عامله 250 جنيه، عامله 250 جنيه. ركبنا له بوجهات وظبطنا له العربيه وطلع جربها ورجع قال لي الله ينور عليك العربيه تمام. قلت له خلاص يا باشا اتوكل على الله، انا مش عاوز منك فلوس، هي كده خلصانه. وبرده انت ليك عندنا برده واجب في الصيانه الجايه. قال لي خلاص متشكرين منك على اللي حصل. المفروض ان هو يقول الكلام ده، المفروض ان هو يقول اللي حصل الكلام ده كله بالواقع اللي حصلت معاه، وعربيته متصوره في المره الاولانيه والمره الثانيه. المره الاولانيه واحنا بنغير له زيت وفلتر، والمره الثانيه لما جه ركب البوجيهات. إيه هو ما اتكلمش على الحاجات دي. في حاجات العميل ممكن ما يتكلمش عليها، ماشي، انا ممكن اتكلم فيها، لو هو مش عارف يتكلم فيها انا اتكلم فيها. الراجل ده رجع لي وركب بوجيهات ونضفنا له البوابه ونضفنا له حساس وما خدناش منه فلوس، وقلنا له هنعمل معاك واجب في السنه الجايه برضو. يعني المفروض هو يطلع يتكلم في الكلام ده، هو ما اتكلمش في الكلام ده. انا طبعا برضو بشكره، ماشي، انا بشكرك عشان انا بقول لك ايه، ان انت المفروض كنت يعني اتكلمت على الكلام اللي انا عملته، بقيت الكلام اللي انا عملته، انت ما اتكلمتش. وتاني حاجه انا واخد على كده، واخد على الكلام ده كله، ولو ما فيش الكلام ده انا مش هنجح. يعني انا لو ما فيش الكلام ده انا مش هنجح، لو ما اتكلمتوش انا مش هبقى ناجح. وانا عاوزكم تتكلموا برضو، وكله يتكلم اللي فيه حاجه شايفها غلط في مركز الحريف يتكلم يقول ان هي غلط، بس انا عاوز اوصل لكم. ما فيش عميل جه قعد في المركز عندي الا لما شاف حاجته كلها بتركب قدام عينيه، اما شاف حاجته بتركب قدام عينيه. احنا لما جينا عملنا فتيسات والفتيسات رجعت لنا تاني، احنا ما فيش واحد دفع جنيه في الفتيس. يعني كان واحد دفع لي 8 في الفتيس، فتيسه اتكلف تاني مره برده 8 ما دفعتوش جنيه. الخمسه اللي جم صلحوا فتيسات عندي من ساعه ما فتحت ورحت وديت الفتيسات دي عند واحد كان فاتح جنبه وخربهم لي، ماشي، وانا اللي شلت الفتيسات، ما حدش دفع جنيه من العملاء. قلنا ارقامهم موجوده، كل واحد انزل لكم ارقامهم واتصلوا بيهم، لو حد دفع جنيه انا متكفل بالكلام اللي انا بقوله. الخمسه اللي جم صلحوا عندي الفتيس رجعوا تاني، انا صلحتهم على حساب المركز، ما خليتش واحد دفع جنيه. انا عاوز اعرف مركز الحريف، الناس اللي متضايقه من مركز الحريف لو غلط غلطه بيتحملها، غلط غلطه في عربيه، غلط غلطه في موتور، غلط يعني. الحمد لله يعني كل الناس عماله تتكلم على البضاعه وبتتكلم على حاجات تانية خالص. الحمد لله ان انتوا ما بتتكلموش على الصنعه، الصنعه ما فيهاش اي حاجه الحمد لله، بس احنا بنتكلم. لو حد شايف اي غلطه ولا اي حاجه يقول عادي، يقول المركز بيعمل معانا كذا، المركز بضاعته غاليه ومش هناخد منه. تاني حاجه انا بوصل لاي عميل، عندك 3 تجار، انا ما بقولكش لا اشتري من عندي. انا لسه اول امبارح كان عندي عميل جاب بضاعه من بره، هل اقول له لا ما بعد اذنك انا مش هركبها، هل لما تاخد من عندي؟ لا، ركبت له وعملت له صيانته وخدت مصنعتي. عندكم 3 تجار بره بيشتغلوا في الانواع العربيه، مش انا بس اللي بشتغل فيها. انا كنت بعمل حاجه بس صغيره، اللي انا بوفر للعميل، ماشي، مشوار، ماشي، وبوفر له خدمه، ماشي، كل ده انا كنت بوفره له. اما العميل هيبص لي في العشرة اللي هي طالعه اللي انا بدفعها للعربيه اللي راح اجيب له البضاعه بتاعته، طب انا ايه المفروض اللي انا اعمله؟ المفروض ان بتاعتك جايه بخمس قروش هزود عليك 10، ما انا دافع للاوبر ودافع لاي للي راح يجيب لك الحاجات دي، دافع له فلوس، لازم اخد حقي برضه. وانا يعني هجيب لك الحاجه بسعرها من التاجر، ابيعها لك برضه بسعرها؟ ما باخدتش منك سعرها، ده انا باخد منك حق المواصلات. هتلاقي العمليه كلها على بعضها بسيطه. انتوا عندكم يا جماعه 3 تجار،
ثلاث تجار عندكم بضاعتهم موجوده عندهم، اشتروا بضاعه تعالوا صلحوا، انا بقول لكم امشي تعالوا خدوا البضاعه من عندي، انا بقول لكم البضاعه كلها بره، البضاعه بقى انتوا جبتوها اتضربت مضروبه مش مضروبه دي مش مشكلتي انا يا جماعه، برضو انا بتعامل مع الثلاث تجار، هي نفس البضاعه، اللي عاوز يجيب من عندي امين، اللي عاوز يجيب من عندي ده امين، اللي عاوز يجيب من عندي ده امين، العمليه كلها واحد. اما حدش يطلع يقول البضاعه دي غاليه والبضاعه دي مش مظبوطه، انا بقول لكم انا بتعامل مع ثلاثه، الثلاثه واحد اداني بسعر وواحد اداني بسعر وواحد اداني بسعر، وانا لازم في كل سعر لازم ازود عليه، لازم ازود في السعر ده، هو ده اللي حصل. اما احنا ولا بنضحك على حد ولا بنسرح حد، وكل عميل بيجي يقف على عربيته، واحنا لو بنغلط في اي عربيه بنعملها على حساب المركز، مفيش مركز بيعمل كده والله، يعني مفيش مركز يصلح عربيه وبعد ما تمشي 3 اشهر ولا 4 اشهر العميل يتصل اتفضل سعادتك هاتها وامشي واتكل على الله احنا هنصلحها، هو ده اللي بيحصل عندنا. ده حتى لو بعد سنه ما نتكلمش بقى نطلع نتكلم نقول ده عمل وسوى وعمل وسوى، لا نتكلم الحقيقه والنبي، الحقيقه كلها تكمل بس. وانا بشكركم وبرده برجع اقول لكم مركز الحريف تحت امركم كلكم، وما تزعلوش مننا في اي حاجه، ولو في اي اخطاء احنا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.